بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو العسل. العسل هذا نديروه في الدار الواحد هكا، ما يطيح شومبان، ما يقولش ما عنديش العسل، ما نديرش هذاك لو كاتو ولا ما نديرش حاجه. دونك ننجمو نديروه في الدار، ونديروه بطريقه سهله وما كانش اسهل من هذه الطريقه. تبعوني ونروحو نشوفو المقادير والكيفيه. هنايا شخصنا، هنا خصنا كيلو تاع سكر، وواحدة ليم، واحدة قرفة، ونص لتر تاع ماء. فوالا، هنايا دروك الليم غادي كلحت له الجو تاعه، راني عصرته، وخرت دو ترونش تاع سيترون. فوالا، دروك هنا نجيبو اون كوكوت. فوالا غادي نديرو قدامكم. هنايا هنا غادي بهاد الكيلو تاع السكر غادي يخرج لي كيلو تاع عسل. دونك الا بغيتو دوبلو لا كونتيتي ديرو، الا بغيتو ديرو زوج كيلو ديرو زوج كيلو سكر وليتر ماء. فوالا هنايا ني فرغت السكر كما راكم تشوفو، ندير لو جو دو سيترون تاعي، ندير العرق تاع القرفه، وندير النص لتر تاع ما. كيما قلت لكم تبغوا دوبلو لا كونتيتي دوبلو كل شيء. فوالا دروك هنايا ندير لي ترونش دو سيترون. فوالا دروك هنا ما نحرك ما ندير حتى حاجه، حيا ما نزيدهاش، غادي نبلع على لا كوكو تاعي ونديرها على الغاز، يكون طالع نطلق عليها الغاز حتى اللي تصفر لي، من تصفر نقص لها الغاز كاع كاع، نقص لها الغاز كاع الكتله. فوالا ونخليها على ساعه نطفي عليه. كيما انا هنايا صايي ساعه فاتت، راني نحل على لاكوكو تاعي كي راكم تشوفوا فيه لا كولور، راهي هذه هي. فوالا هنا راكم تشوف فيه راه خفيف كيما راكم، باسكو علاه؟ باسكو راه حامي. دونك هنا ما تنخلعوش، ما تقولوش راه خفيف لا نزيد له الغاز نزيد له الغاز، لا نو ساي خلوه كيما راه. خلوه هنا ديجا راه يبدا يبان في المغرف. فوالا كي تبرد المغرف يبدا يبان فيه كيما راكم تشوفوا. دونك هنايا غادي نغطيه ونخليه حتى الغدوه، ولا درتوه الصباح في الليل تلقاوه واجد تيبرد تيبرد كاع. كيما هنا انا الغدوة راني حليته، وراكم تشوفوا في العسل كي راه داير، راه تقل ولا عسل اللي نجم نعسل به مقروط ولا كريوشا ولا نيمبورط كاي كاتو بغينا نديروه. شوفوا كي راه داير، جا تقيل وجا ما شاء الله. دونك هنايا كاين اللي يبغي العسل الخفيف، إلا يبغي العسل الخفيف دونك ينقص يدير 50 مينوت اوليو ساعة. أنا درت ساعة، ساعة كاملة راه جاني كي راكم تشوفوا فيه، راه تقيل وراه شباب. دونك اللي بغات ما يجيها خفيف على هكا غادي تنقص دير 50 مينوت. فوالا كيما راكم تشوفوا لا كولور العسل راه ما شاء الله. دروك ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتسيوها، وان شاء الله وغادي تنجحوا فيها وما غاديش تندموا. وإلا عجبتكم هاد الوصفه ما عليكم غير ديروا ابوني، واللي راهي ابوني الاكتيف لا كلوش، هكا ما يوصلكم كاع جديد اللي نديره. دروك ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير، وفي فيديو قادم إن شاء الله. بالسلامة.